شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب هجوم على الجهات المعنية بملف المعاشات في الحكومة ووزارة التضامن الاجتماعي. بسبب ايه؟ بسبب تأخر ارسال مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد الخاص بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وتمسكت اللجنة برفع نسبة زيادة المعاشات السنوية 20% بدل من 15% اللي كانت مقررة العام الماضي. طيب نشوف تفاصيل أكتر. الأستاذ محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، صباح الخير يا فندم. صباح الخير استاذ ولاء، ازي حضرتك؟ صباح الخير استاذ محمد. صباح الخير يا فندم. صباح الخير استاذ المشاهدين، اهلا بيك يا فندم. اهلا يا فندم. ايه المشكله تحديدا؟ يعني هل هي في الزياده ام انه في تاخر القانون؟ ايه المشكله؟ لا هو ما فيش مشكله ولا حاجه. احنا امبارح كنا بنناقش موازنات الاقتصاديه للهيئات التامينات الاجتماعيه وبنك ناصر وما الى ذلك، وده طبقا للموازنه العامه للدوله. واحنا بنناقش كان لازم نقول يا جماعه انتوا حطيتوا في الموازنه ايه لاصحاب المعاشات. فانت تفتكر حضرتك استاذ ولاء ان السنه اللي فاتت الحكومه قررت من خلال برامج الحمايه الاجتماعيه 15% لاصحاب المعاشات. فقلنا السنه دي نتيجه للتضخم ونتيجه زياده الاسعار والكلام ده، احنا بنطالب كلجنه قوى عامله بضروره ان تكون العلاوه لا تقل عن 20%. ده الجزء الاولاني من الموضوع. الجزء الثاني، انا سبق انا تقدمت بقانون للتامين والمعاشات متكامل وبدراسات استواريه وعرض على اللجنه وتوافق عليه من حيث المبدا، الا ان الحكومه طلبت مهله عشان تجيب القانون اللي هي عاملاه ونخلص هذا الكلام، وده الى الان ما حصلش منذ اكثر من سنه ما حصلش هذا الكلام. وبالتالي احنا طلبنا عقد جلسه خاصه مع السيده الدكتوره غاده والي وزيره التضامن الاجتماعي، لان مهم جدا لاصحاب المعاشات. النهارده المعاشات متدنيه جدا، واصحاب المعاشات بيعانون من قله المعاشات، وبالتالي لابد ان يعد القانون التامين والمعاشات اللي بقى له اكثر من 40 سنه، ولابد ان يكون هناك حد ادنى للمعاشات يكفي الكرامه وحياه اصحاب المعاشات في مصر. الجزئيه الثانيه تطرقنا الى المجلس القومي للاجور. احنا بقى لنا دلوقتي 15 سنه لم ينعقد المجلس القومي للاجور الا مره واحده، وهو المسؤول ايضا على تحديد الحد الادنى للاجر. يعني احنا شايفين ان احنا ما فيش حاجه بتتعمل للعمال كحد ادنى ولا للمعاشات كحد. فالنهارده امبارح قلنا لا، لابد ان ننعقد المجلس القومي للاجور، عشان لما نحدد المجلس القومي للاجور الحد الادنى، وبالتالي لابد ان يتبعه حد ادنى للمعاشات. صحيح، هو الحد الادنى للمعاشات كام يا استاذ محمد على كده؟ 500 جنيه، والاول مره اتحط في تاريخ 2016، وجه بقرار من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني الكلام ده اقل دلوقتي الحد الادنى للمعاش 500 جنيه. طب وهو الزياده ال 20% يعني المفروض بعد تحقيق الحد الادنى، ولا المفروض مع ال 500؟ لا مع ال 500، ما احنا الحد الادنى بنقول 20%. لو انا باخد معاش 1000 جنيه باخد المفروض اخد 200 جنيه زياده الحد الادنى، مع حضرتك زياده على اللي باخده. وايه مبررات انه ما يبقاش الحد الادنى للمعاش 1200 جنيه؟ مفيش ما احنا بنقول لهم يا جماعه دي فلوسنا، فلوس التامينات الاجتماعيه. احنا لينا كعمال 770 مليار جنيه لدى الحكومه، واحنا عايزين نفعل الدستور، لان الماده 17 من الدستور بتقول يجب ان تنشا هيئه مستقله لاداره اموال التامينات الاجتماعيه، ويتم استثمارها في استثمار امن واستثمار كبير. لو انا خدت 770 مليار وعملت هيئه واستثمرت الفلوس، هيجي عائد عليا هدي اصحاب المعاشات واعلله معاشات، وهتبقى الدنيا كويسه جدا بالنسبه لهم، دي فلوسهم. وزير القوى العامله مش معني بس وزاره التضامن؟ لا، وزاره التضامن الاجتماعي فقط، والقطاع التامين العام والخاص بالنسبه للتامينات، وليس وزير القوى العامله ليس معني بهذا الامر، ولكن هو نقابي يستطيع ان يتدخل معنا في هذا الامر. يعني احنا هنتابع معاك، وطبعا هو موضوع بيهم كل المصريين، اكيد في ناس كتير مهتمه بالجزئيه دي. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد وهب الله وكيل لجنه القوى العامله بمجلس النواب.